السلام عليكم، حياكم الله من جديد. قيادتنا كل يوم أربعة، درس جديد عن القيادة وما يتعلق بها. الدروس السابقة موجودة على قناتي، نهاية الفيديو هذا إذا خلصته كله بحط لكم بعض الروابط. نبدأ معاكم هالفترة دروس جديدة بعد ما أعطينا الدروس عن مهارات القيادة، كلها موجودة طبعا على قناتي. نبدأ معاكم بدرس جديد هذا الأسبوع، وهو اللوحات الإرشادية المرورية، لما لها من أهمية على سلامة الطريق والقيادة، اللي طبعا ممنوع الدخول، ممنوع الدوران، كيف كل ذي اللوحات الإرشادية. بنحاول نشرح بعض وليس الكل، نشرح بعض اللي منتشرة في الشوارع. أوكي، من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. لاحظت هناك الكثير من الأخوات المستجدات في القيادة ما يعرفون معاني اللوحات الإرشادية اللي في الطرق، ممنوع الدخول، ممنوع الدوران، دور سيدي يمين، كثير منهم، وطبعا اللي يترتب عليه مخالفات وقد يترتب عليه الضرر في الأرواح. الآن وأنا قاعد أصور بمشي في بعض الطرق وبعض الشوارع، وراح أصور اللوحات الأكثر انتشاراً، وكل واحدة أعلمها مع أنه موجودة في الانترنت، بس يمكن البعض ما يفهم المصطلحات المرورية، يمكن البعض ما يعرف إلا لازم تشرحها. فطبعا خطابنا موجه للمبتدئات خصوصا، وطبعا غيرهم هم أكيد بيستفيدون. يلا قوموا ناخذ فيكم لفة في بعض الشوارع، وهذا طبعا الحلقة الأولى من شرح اللوحات الإرشادية المرورية. تسوقين سيارة؟ أنصحك في حساب مهتم جدا في قيادة المرأة للسيارة، دروس، أخبار، معلومات. سناب مصطفى لايف. لوحة قف باللون الأحمر ثمانية الأضلاع، وهي الأكثر انتشاراً. هذه اللوحة لوحة قف، هذه مخصصة لمن يمشي في هالمسار، مثل هالسيارة ذي وهالطريق هذا اللي جاي، أوكي، وبيروح يمين. هنا لوحة تقول له وقف، في سيارات جاي من هالجهة ذي، شفتوا الأولوية لهم، وأنت توقف، مثل هالسيارتين الآن واقفين. لو أنت والسيارتين مشيتوا وصار حادث لا سمح الله، الخطأ عليكم، الأولوية لهذول السيارات. فهنا الوقوف المفروض إجباري، حتى أن بعض مدارس تعليم القيادة إذا ما توقف وقوف كليا ترسب في الاختبار. اللوحة الزرقاء ذي اللي فيها السهمين، سهم سيدة مستقيم وسهم إلى اليمين، يعني بأن السيارات أو هذا الشارع هو ذاهب إلى الأمام، يعني سيدة، أوكي. كذلك أنت اللي بتجي من هالطريق أيضا، هنا اللوحة تقولك مسموح أنك تدخل في هالشارع، أوكي. شوفوا هنا اللوحة هذه تعني أن المجال مفتوح لك، تبغي تروح سيدة الله وياك، تبغي تاخذ يمين لا بأس، ما في هنا لا إشارة ولا أي التزام، والطريق لك سالك. هذه تعطيك إشارة من بعيد بأنه بإمكانك أن تأخذ هذا النافذ إذا أردت بكل سهولة. هذه اللوحة كما تشوفونها بي، وتحتها ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الموقف يقولك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، غيرهم اللي يوقف هنا قد يحصل على مخالفة، غرامة قدرها من 100 إلى 150 ريال، وأتمنى أنهم يضاعفونها أضعافا وأضعاف. تشوفون هذه اللوحة، هذه اللوحة انه هنا مسموح اليوتيرن او الدوران الى الخلف، يعني هنا مسموح لك بدون ان تتقيد باي شيء، شرط انك بس تعطي اشارة وتنتبه مثل هالسيارات وتدور وتاخذ حريتك. وهنا ملاحظة للاخوات، بتشوفين وبتشاهدين هالموقف، انك واقفة تنتظرين يفسح لك المجال، وراك امة كاملة تدقدق هرنات وتزعجك وانت متخوفة. انا اقول لا تنطلقين الا بعد ما تتأكدين من افساح الطريق، وخلي اللي ورا يدق هرن لين الله وياه. وهذه العلامة تعني ان هنا معبر مشاة، وهنا إذا في إنسان يمشي فالأولوية لا، وأنت عليك أن تقف، إجباري عليك، وإلا مخالفتك ما بين 100 إلى 150 تقريبا إذا ما كنت غلطان، ولو لا سمح الله صدمت عليك الغلط 100%. الأولوية لمن يمشي على رجليه في الأماكن المخصصة لهم. أيضا هذه اللوحة تعني باركنج وقوف، إذا شفت أو شفتي هاللوحة يعني أن هنا في مواقف متاحة، ولكن تأكدوا أنه بفلوس ولا ببلاش، لأنه تختلف بعض الأماكن. وهذه اللوحة تعني أنه ممنوع
منعا باتا الوقوف أو الانتظار. لا توقف ولا تنتظر، لأن هذا شارع مسار الناس تمشي. تخيل أنك توقف هنا تقول بس دقيقة بس بنزل بس بحط، لا، يمنع منعا باتا توقف، لأن هذا طريق. شوفوا شلون السيارات تمشي، شوف شلون السيارات تمشي. تخيل انك توقف وتعطل السير، فلا تقولين يا اختي بس بنزل بس بحط بس بنادي بس بس بس. تبين توقفين، تبي توقف راح في المواقف. نكتفي بهذا القدر هذا الاسبوع من الدرس الاول من شرح اللوحات الإرشادية المرورية الأكثر انتشارا. دعوة للأخوات والأخوان المتابعين الجدد بإضافتنا على الإنستغرام، الحساب كما تشوفونه تحت، ورفعوا الشاشة للدخول إلى الحساب في الإنستغرام. كذلك جميع الدروس السابقة والفيديوهات موجودة على الرابط اللي في الأسفل تحت، أو بإمكانكم ترفعون الشاشة للدخول مباشرة. كذلك هذا الدرس وجميع الدروس السابقة وجميع الفيديوهات، أو تقريبا 90% من الفيديوهات اللي أنزلها على سنابي تجدونها على قناتي، قناة مصطفى لايف، خصوصا دروس القيادة وطبعا جميع الفيديوهات السابقة. رفعوا الشاشة للدخول مباشرة إلى قناة مصطفى لايف على اليوتيوب. وأخيرا وليس آخرا، أي أحد فيكم عنده أي سؤال أي استفسار عن القيادة الرخصة وكل ما يتعلق بذلك، لا يردكم أي شيء، ارسلوا لي إياه إن شاء الله أحاول أجيبه لكم. وبالمرة تحت تلاقون حسابي على تويتر. دمتم بود، موعدنا إن شاء الله معاكم الأربعاء القادم إذا الله أحيانا. موفقين لكل خير.